هذا سائل يقول: ما حكم كتمان بعض العلم في بعض مسائل العقيدة عن العوام، كنزول الله عز وجل في آخر الليل مخافة ألا يدركوا أو يفهموا ذلك؟ أنت لا تجي عند العوام وتجيب لهم النزول والاستواء والأمور هذه، علمهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، علمهم أحكام الوضوء وأحكام الصلاة، علمهم هذه الأمور. أما أنك تجيب لهم مسائل ما تهضمها عقولهم، ما بعد وصلوا إليها، الاستواء والعلو والنزول، لا تجيب لهم هذه الأمور. يقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ تدرج مع الناس شيء فشيء، ابد بالعوام، ابد معهم بالمبادئ القريبة، طلبة العلم توسع معهم إلى يعني كل مقام له مقال. نعم.